أشعر بالشفقة على كيكي، إنه مريض. أجل إنه كذلك. ماما، هل أنت على ما يرام؟ أنا بخير، لست مريضة. ماما، هل أنت مريضة أيضاً؟ ماما، لا، أنا لست مريضة. دكتورة لولو، يبدو أن مومو مريضة أيضاً، أتفحصينها؟ ما الذي تفعلانه؟ قالت الآنسة إن فيروساً قد يكون ينتشر. تبدو حرارتها مرتفعة بعض الشيء، لا تقلقي فلنتأكد. كيكي، مومو، كلاكما مريض. لا بأس، تناولا هذا الدواء وستشعران بتحسن. تفضل يا كيكي. لقد شربته. كيكي، أنت شجاع فعلا. مومو، إنه دورك. لا، أريد تناول الدواء. هيا يا مومو، ستشعرين بتحسن. مومو، مذاقه ليس سيئاً إطلاقاً، هيا اشربيه. لا، أريد تناوله، لست مريضة. كيكي، ماذا سنفعل؟ لا تقلقي، فلنتصل بدودو للمساعدة. الحافية الصغيرة توت توت توت، بعض السحر فليشع. تترتا، ها أنا ذا. أوه مومو، هل أنت مريضة؟ أجل، لكنها لا تريد أن تتناول الدواء. يجدر بك أن تتناول الدواء الآن. لا، أنا لست مريضة، لا أريد دواء. حسناً، لنرى كيف تحارب خلايا الدم البيضاء الجراثيم السيئة في جسمنا. هذه جنود الجراثيم، فلنستخدم دروع الدواء لنحمي الجسم. خلايا الدم البيضاء، سأقضي عليكم كلكم. أيها الجنود، هجوم. استخدموا دروع الدواء. هكذا إذن، فلنهجم على خلايا دم الأرنب البيضاء التي لا تحمل دروع دواء. دكتورة لولو، دودو، أعطيني الدواء. أنت بطلة يا مومو. دودو، لقد أقنعتها بالفعل. مومو، أنت شجاعة فعلا. أرني ما حصل لخلايا الدم البيضاء الآن. تم إنقاذنا، لدينا دروع دواء، لنشن هجوما الآن.